في حوران يستنفر عناصر الجيش الحر طيب أرضهم باستغلالها مقابل حصار النظام على البشر والحجر ونقص موارد الدعم، فتتحول حدائق المنازل إلى ساحات إنتاج تقدم نسغا للحياة يعين على الصمود في طريق يبدو أنه طويل. هاي كانت حديقة بالأول وكنا نزرع فيها ورد وقعدة وكذا، نقعد فيها أيام الصيف بالليل والصبح، وهسه حاليا اضطرينا نعملها بستان لأنه الحياة المعيشية طبعا كلها غالية وارتفعت الأسعار بشكل فظيع جدا. فعم نزرع فيها بصل وبطاطا وبندورة وكل أنواع الخضرة، والحمد لله احنا يعني أرضنا هنا شو ما زرعت فيها بيطلع. حيث تضاف مهمة الزراعة إلى مهمات القتال لعناصر الجيش الحر في تعايش فريد مع البيئة يعطي الحياة معنى آخر لا تكشفه جبهات القتال. نحن هون عناصر الجيش الحر عم نشتغل لحالنا ونطحن حالنا ونساعد بين بعضنا للطبخ وللأمور هاي، ومثل ما شايفين شوية من الخضرة هذول اللي صار بيها صحن السلطة صار يكلفنا 300 ليرة وأكثر كمان. فذلك زرعنا الأرض اللي حوالينا وصارت تنتجنا والحمد لله الأمور بخير. تتحول حياة الحر إلى أكثر من صحبة سلاح لتتداخل فيها تفاصيل الحياة اليومية وتشكل بعدا جديدا من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية فرضتها ظروف معينة أساسها تخلي المجتمع الدولي عن دعم الجيش الحر بما يتجاوز السلاح إلى متطلبات الحياة اليومية العادية التي تشكل عبئا جديدا على الحر يضاف لأعبائه السابقة. يبحث عناصر الجيش الحر عن كل الوسائل للاستمرار في الثورة، فهم إلى جانب تصديهم لآلة النظام العسكرية يتصدون لكل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجههم. رامي العاسمي، أورينت نيوز، درعا.